بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث حول سورة النمل بشكل عام. سورة النمل، السورة 27. سورة النمل تستهل بطا سين، قبلها طبعا سورة الشعراء تستهل بطا سين ميم، بعدها سورة القصص تستهل بطا سين ميم، لكن هي تستهل بطا سين. وسبق لفتنا الانتباه من ناحية العدد أن الطا في سورة النمل تكررت 27 مرة، حرف الطا، وهذا هو ترتيب السورة في المصحف. وتكررت السين 93 مرة، وهذا عدد آيات السورة، وهذا عدد آيات السورة، والمجموع 120، 27 زائد 93. وهذا للي بيعرف الجمل، جمل نمل، يعني هاي مجرد معلومة. النمل النمل معروف، ولكن ايش ممكن يكون المعنى؟ لانه احيانا انتم بتقولوا أنامل، أنا دول رؤوس الأصابع، أنامل، أنملة، أحيانا تقولون بنمل، يجري بتنمل، مش هيك؟ تستخدموها ولا لا؟ طيب، ويبدو أن يدور المعنى كله عن على حركة، وهذه بالدرجة الأولى، دير بالكم، وخفة ولطافة، حركة وخفة ولطافة. طبعا احنا ماخذين نملة من النمل ولا العكس؟ مش هذه القضية. المهم يدور المعنى بشكل عام حول الحركة وخفة ولطافة، تمام؟ ولذلك انتم دائما بتلاحظوا يندر انكم تروا النمل سواء كانت نملة او مجموعة الا في حالة حركة. انتم دائما بتشوفوا النمل ايش؟ في حالة حركة النمل. اذا اكثر شيء في معنى النمل الحركة، وخصوصا اللي فيها خفة ولطافة، ما بتشوفها الا موجودة، ثم تأتيك من عالم غيب الارض، ما بتشوف الا كيف دخلت، منين اجت، الى اخره. ثم دائما هي على فكرة دؤوبة، النملة في حركة دائما في بحث عن الرزق والتفاصيل بشكل مستمر، النملة. طيب، اذا معناته بدنا نلاحظ، يعني جيد انه يكون في ذهن الانسان وهو يقرأ سورة النمل بشكل عام دائما يأخذ في باله موضوع الحركة والخفة والخفاء واللطافة. وقلنا أن النملة دائما تأتيك من عالم إيش؟ غيب الأرض. حتى الدابة التي هي من علامات القيامة اللي تخرج من الأرض هي موجودة في الآية 82 من سورة النمل، الكلام عنها: أخرجنا لهم دابة من الأرض. الخروج، لما إذا بدنا ندرس سورة كيف النحل، لما قلنا النحل نحلة فيها معنى العطاء بدون مقابل، ومن هنا لاحظ العلماء أنه هذه سورة النحل فعلا الكلام فيها حول النعم، تمام، اللي هو العطاء بدون مقابل، النعمة يعني والنعم، تمام. هون النمل، طبعا ممكن تنظر من اكثر من زاوية للموضوع،
أكثر من زاوية، فتلاحظ أن الآيات وما جاء فيها فعلا. إذن هون نلاحظ الحركة، الحركة الدؤوب اللي دايما حركة حركة ثم خفة، وحتى الحركة خفيفة ولطيفة، ولا وحتى بيقولوا مثل دبيب النمل، لأنه بتجدوا الأمر إيش خفيف فيه خفة. تمام، يكون هذا في مأخوذ بعين الاعتبار أثناء البحث في النمل. ثم الخروج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، هي بتخرج من غيب الأرض ما بتشوفها إلا موجودة، ثم تتفاجأ من كيف، من أين أتت، منين دخلت إلى آخره، مش هذا هو؟ طيب هذا أمر. نقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولاحظوا إنها السورة اللي وردت البسملة فيها، في إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، طاسين، وذكرنا الطاء وذكرنا السين. تمام، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هو في السورة اللي قبلها والسورة اللي بعدها، يعني الشعراء والقصص، برضو طاسين ميم، هون أضيفت الميم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، في الثنتين الشعراء والقصص، تلك آيات الكتاب المبين. لكن هنا ألف لام را، طاسين عفوا، طاسين، هناك طاسين ميم، طاسين ميم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني قدم القرآن اللي هو قراءة يعني على الكتاب اللي هو كتابة، وسبق تحدثنا موضوع قرآن وكتاب المبين. هون بدناش نشرح، لكن الآية اللي فورا بعدها لاحظوا، هدى وبشرى للمؤمنين. إذن كأنه بده يعلن لك إنه هي سورة النمل هي سورة الهداية وسورة التبشير، البشرى، هدى وبشرى لمين؟ للمؤمنين، يعني أي مؤمنين، دققوا معي، أي مؤمنين، لا، لأنه في مؤمنين عصاة وفسق وظلم إلى آخره، مجرد الإيمان لا. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لاحظوا، وهم، شوفوا، وهم بالآخرة هم يوقنون، يقين. طيب والجماعة الثانيين، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف الآن الكلام، إذن هدى وبشرى للمؤمنين، مين مؤمنين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ودير بالكم هذه سورة الهداية للمؤمنين وبشرى للمؤمنين، لكن في مؤمنين بإيش؟ فهمنا، وبالدرجة الأولى بالآخرة، ومقابلهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبدخل فيها جماعات كثيرة وأديان كثيرة وأمم كثيرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة ما لهم؟ زينا، من اللي زين؟ الله العليم الحكيم، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هي سورة دير بالكم، إذن خلينا، هي السورة على فكرة اللي فيها حركة دايما، حركة
سواء كان حركة في اتجاه إيجابي ثم النتائج أو حركة باتجاه سلبي شو بيحصل، وهي صورة الهداية، وهداية لمين، وفي المقابل الظلمة والطغاة إلى آخره. طيب نشوف شو معنى يعمهون. زينا لهم أعمالهم، والتزيين فيه معنى التحسين، وسبق قلنا الزينة إما أن تكون ذاتية في الشيء، زينة ذاتية في الشيء، أو زينة مضافة من أجل التحسين، من أجل التحسين. وسبق أنه ركزنا لما تحدثنا في الحجاب أنه غير صحيح زعم من يزعم أن الزينة فقط في المضاف، لا، ممكن يكون الله خالقه مزين من أصله. فالزينة إما تكون في أصل الخلق، وإما أن تكون مضافة، وهذا تحدثنا فيه في الحجاب لما تحدثنا. ولا يبدين زينتهن، الزينة إذا مضافة معناته نقصد فيه التحسين، التحسين في مظهره في عالم المادة أو في عالم المعنى، لأنه ممكن أنت تزين شيء حسي أو تزين في عالم الكلام أو المعاني بشكل مشان تحسن. تصوروا الناس اللي بيؤمنوش في الآخرة، الله سبحانه وتعالى بيخبرك عن حقيقة، يزين لهم أعمالهم بحسنها، فهم شو النتيجة؟ يعمهون. نفهمها هاي الآن حتى نعرف في عملية الصراع القائم في الأرض بين حق وباطل. معظم الأسلحة الفتاكة عندك أنت، والعمى هناك. والعمى إيش العمى على فكرة؟ العمى، فهم يعمهون. الملاحظ في القرآن الكريم انه في الغالب يعمهون استخدمت مع الطغيان، يعني الطغى، يعني 5 مرات على فكرة قضية يعمهون مذكورة مع مين؟ مع الطغى والطغيان. فأكثر إذن من يزين لهم أعمالهم وتحسن فيقبلوا عليها، بعدين تكون نتائجهم أو مآلاتهم مآلات سلبية طغاة. فأكثر ما ورد إذن في قضية يعمهون مع الطغاة والطغيان. 5 لعمرك إنهم أيوة. إذن لاحظوا في سكر في هذا موضوع، بس هو بالدرجة الأولى مين؟ هي على فكرة بس 5 6 7 اللي هي الآية اللي بنشرحها اليوم برضو، مع الطغاة أقصد بالدرجة الأولى طغيان. طب إيش العمى؟ العمى نضرب أول شيء مثال مشان نوضح معنى العمى. عندك صحراء، رمال تلال من الرمال، وبتطلع يمين يسار الأخير كله بيشبه بعضه، وين الاتجاهات؟ وين منين نروح؟ من وين الطريق؟ فيش أي علامات، فيش أي علامات هادية، فبيصير في تحير وتردد، تحير وتردد، تحير شديد وتردد. ولذلك الناس قديما لما كانوا يوقعوا في صحراء عمهاء، شو يعني عمهاء؟ يعني فيش فيها علامات، الدل وين الطريق، يكون حيرته شديدة وتردده شديد، حيرته منين أروح، ثم إذا راح من هون يتردد، لا يكون من هون، لا يكون من هون. هذا هو العمى، العمى التردد الشديد، حيرة ما يدركش من وين بيمشي هيك، بعدين بيجد فيش نتيجة، بيمشي هيك فيش نتيجة، بيمشي هيك قدامه مش مبين يعني أمل. هذا التردد الشديد والحيرة شو اسمه؟ عمه. والشخص شو بكون؟ عمه أو أعمه، والمجموع عمه، وأرض عمهاء. تمام؟ التردد الشديد إذن مع حيرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم
يعمهون. آيات ثانية: في طغيانهم يعمهون، يذرهم في طغيانهم يعمهون. خمس مرات من أصل سبعة في الطغيان، تمام. وهون ما تكلمش عن الطغيان، هون اللي بيكذبوا بالآخرة بشكل عام. إيش يعني بزين لهم أعمالهم؟ هم يروا أعمالهم وتخطيطهم ومكرهم والآخره يروها حسنة، ثم يتفاجأوا في المآلات، يتفاجأوا في المآلات. إذن هو مزين لهم بحيث لا يدروا، هم بيشعروا قناعتهم إنه هذا هيك تمام، الخطط هاي تمام. لذلك افهموا، كل أعداء الأمة اللي هم بيعادوكم لأنكم مسلمين، لأنكم، لأن اللي بيجعل الأمور على فكرة تمشي صح إذا عادوك بصفتك من أهل الحق، أما إذا عادوك لموضوع تاني مشكلة، إذا عادوك لموضوع تاني مشكلة. ولكن إذا عادوك لأنك مسلم وخططوا تفاصيل وأنت في المقابل ماشي في حركتك بصفتك مسلم من أجل هداية البشرية، المعركة في النهاية محسومة. الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، بس حرب ضد مين؟ لا، لما يكون الطرف المقابل هو الحق، مش أي حرب يعني، تمام؟ في مواجهة الحقيقة. وهون أيضا يعني الأصل بالمسلمين كل ما رأوا أنه التآمر عليهم من أهل الكفر والمجتمعات الكفرية والمجتمعات الفاسقة والظالمة والطغاة، كل ما لاحظوا أنه الحرب من أجل أنك مسلم استبشر. معناته شو يعني تستبشر؟ يعني اسلك بصفتك مسلم، يعني هذا بقوي معنوياتك انك تدعو الى الدين، وانك تتمسك اكثر وتكون معني ان الناس تفهم الحقيقة. المعركة في النهاية محسومة. زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، فهم في تردد، حتى بترددوا انه منين يجوك، شو الخطة المناسبة، لانه كل ما على فكرة تصرفوا بسلوك بلاحظوا انه بتكبر. كل ما تصرفوا بتكبر، بتحيروا بترددوا، بتمر سنين بيكتشفوا انه ايش اللي عملناه احنا، ايش هالورطة هاي طلعت لنا اشي اكبر منها. الدين وهذه الفكرة الاسلامية عم تنتشر، وبعدين منين نروح، منين نيجي، الحيرة. زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. طيب، اذا بداية السورة هدى وبشرى، إذا مش بس هداية على فكرة، وبشرى، فيها بشائر، هذه السورة فيها بشائر. هدى وبشرى لمين؟ للمؤمنين اللي عرفنا مين هم يعني. طيب، نأخذ آيات ثانية من السورة، لأنه احنا بدنا ننتقل شوي مشان يعني نأخذ فكرة شوي. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة مين؟ المجرمين. بدك تعرف عاقبة المجرمين اليوم وين بتصير؟ شوف التاريخ، شوف التاريخ وشوف ايش صار في المجرمين، حكام او جماعات او دول او مجتمعات. يعني ادرس التاريخ، ادرس التاريخ. إذن قل، لأنه في قوانين للتاريخ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة المجرمين. والكيفية على فكرة، انتبهوا للكيفية كمان، في مقدمات وفي نتائج، ممكن لما تدرس في التاريخ تفهم كيف تتعامل كمان، كيف تتعامل كمان، وتدرك كيف كان مؤامرات الطغيان وكيف مداخلهم وكيف تم البطش فيهم، وكيف زالت دولهم، وكيف انهارت حضاراتهم. المجرمين، المجرمين. وطبعا الآن مش موضوعنا ايش الجرمة وشو معناها في الأصل اللي فيها معنى القطع، بس الآن مش وقته نوقف عند هذا. الآن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. الآن الكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحزن عليهم،
ولا تكن في المرة الماضية على فكرة تكن في المرة الماضية لما قرأنا آية ثانية بس هون تك هون هون تكن هناك تكو فتكو وتكن الآن مش موضوعنا نوقف ليش في الآية اللي ذكرناها في الدرس الماضي تكو في ضيق مما يمكرون وهنا بدناش نوقف عندها لأنه اليوم مش تفسير آيات بالتفصيل إذن ولا تحزن عليهم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بيحقد عليهم كان بيحزن هذا الرسول مش إحنا بالنسبة لنا يعني ولا تحزن عليهم ولا تكن إيش في ضيق أو ضيق طبعا ما هو ضيق وضيق مما الضيق هو نفسه الضيق مما يمكرون إذن هم بيمكروا وبينا يا ما تحدثنا في موضوع المكر وهو التدبير في خفاء ويقولون منهم طبعا لاحظوا الآن دائما لما نقولكم يا جماعة ما هي المسألة ما تنظر أنت للحق والحقيقة وكيف الله سبحانه وتعالى خالق الكون وأنه هو الحق وخلقه بالحق وإنك أنت يا مسلم أنت الوحيد التي اللي بتنسجم مع حركة الكون إذن أنت المكين وكل المقابلك أصلا هو مضاد لأصل الفطرة وهو مضاد للحق ومضاد للحقيقة وبالتالي يزول ولكن هذا الصراع المقصود في اختبار البشر بعضهم ببعض مش أكثر ولا أقل صراع البشر منهم من يحمل لواء الحق منهم من يحمل لواء الباطل وفي النهاية محسومة لما بيحملوا الحق كن يقول لك طب والهزائم اللي احنا فيها والهزائم اللي احنا كنا فيه ليش انتوا باقيين اهل حق طب ما اكثر من كان يقاوم الدين هون في بلادنا واكثر من كان يشكك الدين في بلادنا واكثر من كان ينتقد اهل الدين بس الامور الحمد لله عم بتقش تتحسن بشكل جيد والناس عم ترجع كيف بترجع هي من خلال التجربة والصفعات تتكشف الأمور كل يوم بتكشف تكتشف أنك كنت مخدوع نعم هذا رحمة والأمة كلها تصنع الآن الأمة المليارين تصنع تمام إذن ويقولون هم لأنه مرات كان بيستهزئ فيك ويقولون متى هذا ما الكلام اللي عم بتكلم فيه برضو يعني متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خصوصا لما بفهموش حقيقة الكون وسنن الله في الكون لذلك بقول لك ارجع شوف شو صار حتى تعرف شو بصير ارجع شوف الطغاة تعرف شو بصير تمام طيب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون طب نشوف ردف لكم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون تستعجلوا العقوبة تستعجلوا الزوال تستعجلوا الهزيمة تستعجلوها الله حكيم قبل ما أقول ردفة إيش الآية اللي بعدها مباشرة وإن ربك لذو فضل على الناس مش المؤمنين ولكن أكثرهم لا يشكرون شو يعني تعقيب هذه الآية بالذات يعني إذا شفتوا سبحانه وتعالى بمد أعطي فرصة اغني من هون غطي عورته من هون كذا الأخيري لعلهم يرجعوا لعلهم كذا عقب على قوله إيش لاحظوا قل عسى أن يكون قد عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل شو أجل ليش موضوع الفضل الآن يعني شايفينه بمد لكم وفق سننه وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم
لا يشكرون. وإحنا سبق تحدثنا بالشكر طويلا ومعنى الشكر. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ومع ذلك بمدلهم لأنه ذو فضل على الناس عبين ما الأمور يصبح خلص يستحقوا الزوال. إذن وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، مع علمه بحقيقة ما في صدورهم في صدورهم، مع ذلك بمدلهم. فبعض الناس اليوم لما يشوف اللي بيصير بيقول لك طب وينته وينته، والطرف المقابل يظن انه اموره تمام ونفذ فيها. لا، هذا لانه الله سبحانه وتعالى ذو فضل الذي يعلم حقيقة العليم الحكيم. الان نرجع، قل عسى ان يكون ردف لكم. نشوف ايش الرديف اول شيء، ايش الرديف، ايش هو الارداف. ردف لكم، الرديف صورته في القديم كان لما يركبوا الفرس احيانا يركب وراء على الفرس وراء مباشرة شخص. شو اسمه هذا الشخص اللي راكب وراء؟ رديف. رديف، وغالبا هذا الرديف لاحظوا اللي بيركب وراء على الفرس بيكون قريب كثير له، وهو يضمن نفس السياق ونفس والمسار نفسه، بشيك نفس السياق نفسه والمسار نفسه، وقريب جدا وقريب جدا. إذن الإرداف فيه معنى التتابع، فيه معنى التتابع يعني إشي بيجي بعد إشي، بس لازم يكون إيش؟ قريب، مش إجي إشي بيجي بعد إشي وبينهم باون شاسع. بينهم باون، لا بيكون يتبعوا. إذن فيه تتابع، فيه تتابع، ولكن قرب، ومش بس تتابع وقرب، وفي المسار نفسه ضمن نظام واحد، ضمن نظام واحد، تمام؟ قريب قريب. واشتك منها، إذا بتلاحظوا الترادف في اللغة، بديش أوقف عنده الآن شو يعني الترادف في اللغة. وردت أيضا مردفين ومردفين في القرآن، مردفين في الملائكة. إذن كان الملائكة لما بتنزل متتابعة بقرب ونازلة للهدف نفسه، الحكمة نفسها في نظام، في الموضوع نفسه، تمام؟ طيب كلهم هم مش شايفين، هم بتطلبوا، دققوا معي الآن، انتم بتسألوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى، ولما بيقولها الخالق سبحانه وتعالى انتهى معناته، قل عسى أن يكون مش ايه ردف لكم، يعني الآن صار، خلينا نقول يعني صار قريب جدا منكم الشيء. بعض اللي بتستعجلوا وانتم مش منتبهين، بعض اللي بتستعجلوا قريب كثير ومعكم في نفس المسار ووراكم بالضبط، مش منتبهين انتم كنكم انه يعني مش بعيدة. بعض ليش؟ لانه كل حتى تصير الصورة واضحة، هاي مرات مش وقته. اما تستهزئوا بتقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم، يعني أجل الآن قريب منكم وراكم بالضبط. بعض الذي تستعجلون بعض، يعني انتبهوا كنكم مش دارين، لأنه كل خطوة بخطوها في التعامل على فكرة تنتج شيء ضد صالحهم، كل حركة بتحركوها تنتج، فهم مش منتبهين انه شغل، ما مستعجلين انتم في اشي قريب بيجيكم، في بتشوفوه بعد كم يوم. كل ما تقدمت المسألة بيشوفوه، تمام؟ هذا الكلام دير بالكم من البداية لما قال سبحانه وتعالى في السورة هاي هدى وبشرى للمؤمنين في كل عصر من العصور هذه. طيب ايش بعدها؟ قلناها وان ربك لذو فضل
وما من غائبة، انتبهوا قديش فيها غيوب السورة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كل الغيوب سواء كان غيوب موجودة أو غيوب مستقبلة كلها بالنسبة لعلم الخالق معلومة، ومش بس هيك منزلها إلى مستوى أنها كتبت ودونت في اللوح المحفوظ. تمام؟ يعني إيش؟ يعني تعال هاي الخطة ها؟ لو بده يطلعك على الخطة، ما هو هاي كله مكتوب، وهاي بيحصل، لأنه الله سبحانه وتعالى مالك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وكله ضمن خطة ووقتها ببين الناس، وبتم غربلتهم، وبتم تخريج وفتنة وابتلاء وتخريج وشك، بنجح إلى آخره، أفراد ومجتمعات. إذن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وخليكم لاحظوا الآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم، يعني واقعهم الآن، هم فيه يختلفون، مش اختلفوا في الماضي. إن هذا القرآن، عجيبة هذه الآية على فكرة، في سورة النمل، الآية 76 من سورة النمل. ليش عجيبة؟ لأنه هو صحيح في بداية سورة النمل في كلام عن، يعني مش طويل، عن إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون، مش طويل، صفحة أقل حتى. تمام؟ بعدين يدخل في قصة سليمان العجيب، داود سليمان، قصة طويلة مع بلقيس وسبأ، طويلة يعني في حدود 30 آية في قصة سليمان، سليمان ومع النمل. وبعدين بيجي الكلام عن ثمود برضو مش طويل. لكن كيف الآن بتكلم عن ثمود في الآيات هاي؟ شو علاقتها بالشيء اللي قلناه؟ الحركة، لاحظوها، النمل شو بتعني؟ حركة، وحركة داؤوب، الاتيان من عالم ايش؟ غيب الأرض. تمام؟ وحركة وخفة ولطافة، هذا يكون في الذهن. ثم هي الآية افتتحت بايش؟ عالم الهداية والبشرة، الهداية والبشرة. بتكلم عن قوم صالح بآيات قليلة، ثم عن قوم لوط، وحتى هنا في قوم، انتوا اذا بتدققوا رد نرجع الان شوي نشوف الحركة في كل هاي، قوم لوط. طيب شو جاب الان في الآية 76 بعد كل هالكلام؟ يعني شوي موسى شوية، يعني تقريبا اقل من صفحة، صفحات داود وسليمان، بعدين ثمود قوم لوط. تمام؟ طيب بتمشي آيات 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 آيات، بعدين بتجي آية 76 هاي، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. شو جاب بني إسرائيل في المسألة؟ وبعدها ما فيش كلام عن بني إسرائيل، تستمر للأخير. وآخر آية وقل الحمد لله. لحظة، أول شيء حمد، دققوا البداية، احنا مش قلنا على منهج البقاعي رد المقطع على المطلع، رد المقطع على المطلع، مطلع السورة والمقطع نهايتها، ورد النهاية على البداية. البداية شو كانت؟ هدى وبشرى للمؤمنين. طب آخر آية شو قالت؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
وما الله بغافل عما وما ربك وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون. أساس من المخاطب رد المقطع المطلع ولا لا؟ شو هو كان المطلع؟ هدى وبشرى للمؤمنين. وقل الحمد لله، لأن الحمد لله سواء كان في هداية المؤمنين أو في قمع الطغاة والظالمين والمجرمين، تمام؟ لأنه نتحدث عن المجرمين، قل سيروا، تمام؟ إذن النعمة تكون يحمد الله على إيش؟ النعمة أي نعمة، سواء كان في انتصار الحق والحقيقة أو هزيمة الباطل يعني، تمام؟ كله من النعم. الآن وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل وما ربك عفوا، ما هو التركيز على الرب، مش الرب هون المربي يعني، وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون. تنتين قراءتين يعني. طيب لكل واحد الآن إذا قال عما يعملون عم بيعطي معناته أكثر لجهة أهل الظلم، عما تعملون البشر كله أو بخاطب الظالمين، ما تظنوش أنه هو سبحانه وتعالى غافل. طب مدام مش غافل ليش ما يبطش؟ مرجعنا لقضية إيش؟ وإن ربك لذو فضل على الناس، لما بيعطي فضل على اثنين، ما هو مشان تأخذ دروس أنت برضو، مشان تبين أنك كمان مؤمن وبذلت جهدك كل ما بذلت إلى آخره، ما هو اختبار الدنيا كلها أصلا، ما هيش دار ثواب يعني. طيب إذن وقل الحمد لله سيريكم آياته. الآن وسبق أنه تحدثنا في أكثر من مرة أنه الآية بشكل عام هي علامة تقود إلى، علامة تقود إلى، علامة تقود إلى، توصلك إلى معرفة أو توصلك إلى هدفك، تمام؟ مثلا الآيات الكونية هي علامات توصلك للخالق، لما تشوف النظام والإبداع هذه علامات توصلك للخالق، والآيات الموحى بها برضو هي دلائل وعلامات لتوصلك، الآيات القرآن إذن. وعلى فكرة سبق قلنا إذا كلمة آية في القرآن مفرد، آية في القرآن مفرد لم ترد بمعنى الآية القرآنية إلا مرة واحدة ممكن نختلف فيه، اللي هي ما ننسخ من آية، آية بس، ولا الباقي ما لها علاقة بآيات القرآن إلا الجمع آيات، آيات ممكن أكثر ما ورد المقصود فيها الآيات الوحي القرآن يعني آيات بالجمع، مفرد ما وردش إلا ما ننسخ إذا كان هي تتعلق بالموضوع، تمام؟ فهون إذا الكون آيات، والقرآن ذكر إنه الكون آيات، المعجزات اللي تعطى للأنبياء آيات، الوحي وما فيه آيات، أدلة وعلامات موصلة توصلك للهدف آيات. وقل الحمد لله سيريكم، يعني مع آيات الله على فكرة، سواء كان آيات الله، دققوا معي الآن، سواء كان العلامات آيات الله الكونية أو سواء كانت الآيات والعلامات في الاجتماع البشري وقوانين الله في الاجتماع البشري، ما هي ما هو لما تدرس أنت الاجتماع البشري والتاريخ، ما هو يعطيك علامات ودلائل تدلك وتوصلك للنتائج كيف راح تصير. إذن آيات الله في الكون المادي، آيات الله في المجتمعات، آيات الله في النفوس، آيات الله فيما أوقعه من عقوبات في الظالمين مثلا إلى آخره، إلى آيات الله في وعوده بيحصل واحد اثنين ثلاث، فيما خبرت به خبر به الوحي وعوده، كل هذا
لازم تشوفوه. انت مين انتو؟ البشر. انهم بشر يعني. البشر مش المقصود فلان وفلان، لانه بجوز واحد يقرأ الآية هاي ويموت بعد بكرة ما لحقش يعني يشوف، لكن هو بيشوفها في الآخرة، بيشوفها في البرزخ، بيشوفها كله بيشوف سواء في البرزخ، ولكن هنا بالدنيا بالدرجة الأولى، هون بالدنيا هدى وبشرى البداية، في الأخير سيريكم. وبالتالي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والبشرية ماشي في هذا الاتجاه، شاءت أم أبت على فكرة، في تطور العلوم، في تجارب الناس على فكرة، الناس الآن صاروا واعيين، الإعلام العالمي هذا كما أنتم شايفينه، انفتحت البشرية على بعضها، أي حركة أي سكنة تحصل في العالم كل الناس شايفينها، كل هذا يسرع في وعي البشر، وبيبدوا يدركوا حقيقة هذا الدين. لما كان يخبر، الآن أنتم منفتحين على بعد عالمي للإسلام، الآن أنتم تنفتحوا على بعد عالم الإسلام وقوة الهجمة المضادة، لأنهم شاعرين قديش هذا الدين خطير على أفكارهم ومصالحهم كطغاة ظالمين، وموجودين في كل عصور. إذا كان فرعون رأى الآيات رؤيا العين وعرفها كلها، وقوم فرعون رأوها وعرفوها، ما تظنوش كل من رأى وعرف يتبع، مش معنى الآية هيك، مش معناته إذا رأوا أصبحت معاينة آيات الله إنه الناس يعني كلها تؤمن، حتى اللي آمنت مش كلها يلتزم يعني، ممكن شهواته أقوى، ممكن مصالحه أقوى، وبالتالي يسلك على خلاف قناته. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وين موجودة هذه الآية؟ وجحدوا بها واستيقنتها في سورة النمل، وعن قوم فرعون كمان جحدوا بها، لاحظوا أعلنوا إيش تكذيبهم، ومن جوا إيش من جوا ايش؟ مستيقنين انها حق. ما تظنوش انه من يستيقن انها حق انه هو بيسلك على اساسها، ما في شهوات، ما في مصالح، ما في كبر، افهموها طبعا. وبالتالي بالله تدخل انت على مثلا مدير بنك باخذ 20,000 دولار في الشهر، تدخل عليه 20,000 دولار في الشهر، تدخل عليه في مكتبه وهو مدير مشان تقنعه يعني انه الربا حرام، تقنعه الربا حرام يشرح يقتنع. طيب بعدين يكبر هذا الزلمة ويصير عمره 60 ويتقاعد، لا هم بالبنوك بقعدوا اكثر من 60، صار عمره 80 وتقاعد، وروح عليه عالدار بعد ما تقاعد وخلصنا، ما عادش في مصالح، بدك تقنعه انه الربا حرام، بقول لك تقنعني الربا حرام، طب انا بفهمك كيف انه حرام وكيف انه استغلال، ماني اصلا طول عمري في الربا وفاهم كل التفاصيل، والله يا عمي انه دين الله هو الحق، يا ها بصير يفهمك هو اصلا، هو بصير يفهمك، ها هو بصير يفهمك. ويا ما في ناس نزلوا من مناصبهم وكذا وبعدين كن اجوا قالوا لك واعترفوا وفعلا هو هذا لما الله ياذن لهم، ولما الله يعرف فيه شويه خير بيعطيه مد هيك مشان يصلحه، لانه يعلمه مش يعرفه، يعلمه ها بيعلمه. اما في منهم لا بيظل خلص انتهى حكم عليه، لانه يعلمه برضه بيعلمه، لانه ما كما سبق قلنا ما في نفس بتؤمن الا باذن الله، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، لما بيأذن ليش بيأذن وبيأذنش؟ لانه هو اللي يعلم، وهو الحكيم، وهو الخبير، خبير يعلم دقائق الأمور. تمام؟ طيب الآن إذن كله بتشوفوه على فكرة، كل ما تقدم فيكم الزمن تتجلى آيات الله، سواء كان آياته كما قلنا في الكونية وفي المجتمعات البشرية في النفوس، فيما أخبرت آياته نفسه، فيما بشرت به، ما هي بشرى، مش بس هداية وبشرى. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا، هذا اللي قال لنا اياه، هذا اللي يقود، هيو صحيح، هيو بيحصل، عرفنا. بس اياكم تظنوا كما قلت انه اللي بيعرف ويرى معناته بيتبع، لا مش هيك.
وما الله، لذلك تعقبه وما الله بغا وما ربك، بنظل نقول وما الله وما المربي يعني، وما ربك بغافل عما تعملون. أي ختمها مشان يقول لك ما تظنش انه هو غافل ويعلم كل هذا، وبيعلمش انه يعني اعداء الله يخططون. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا لا يعلم الماسونية وخططها التحتية التحتانية، لا يعلم الطغاة وانهم جواسيس على العروش من زمان، ولا واحد فيهم الا متآمر على الامة من زمان، بس هو اللي بيكشف لكم اياها، هو اللي بيكشف لكم اياهم. انتوا بتظنوا انه الجماعة غيروا وبدلوا لا غيروا ولا بدلوا، كأنه الخطة الطغاة العالمية الآن، خطة الطغاة العالمية الآن لعلمكم، انه نلعب لعبة جديدة، كل اللعب القديم مش ضابط، خلينا اشوف نبين هيك، وخلينا نشكك في دينهم ونستهزئ وكذا الاخيري، ونعلن بلكي يئسوا بلكي كذا، بلكي خربشنا الموضوع. جربنا غيرها، جربنا انه نلبس ثياب الثعالب ونظهر لهم بمظاهر مختلفة، وخربنا الإعلام وخربنا المناهج وخربنا كذا، وفي الأخير بيقوى الإسلام بيقوى الإسلام. طب ما مخبيين طول وقتنا إحنا، وانتوا يا طغاة خليكم مخبيين في الأول هيك، وقولوا الله ورسوله، وإلبسوا كمان البياض وروحوا لفوا حول الكعبة ويصوروكم وانتوا بتعتمروا كمان وإلى آخره. طيب ما زبطش الكلام، هلقيت يبدو السياسة المعاصرة إيش على فكرة؟ سبوا دينهم، استهزئوا فيه، والمشايخ اللي كان صانعتها المخابرات، ولا بالكم مخابرات هي نايمة في أي بلد من البلاد؟ ليش هم تيوس؟ هم تيوس بس يعني من كله من كل الاتجاهات. لا طيب بالكم ما أعدوا الشيوخ؟ أعدوا في كل بلد، أعدوا مشايخ وأعدوا غير المشايخ، أعدوا مشايخ وإعلاميين وإلى آخر، وناس متسترين بستار المعارضة، وناس متسترين بستار الاخر. طيب هيو كشف لكم كله، هيو كشف لكم كله. كن ظنوا بعض الناس والمحللين قال يعني انه هذول الحكام والطغاة غيروا وبدلوا ما غيروا وبدلوا، الخطة تغيرت، خلينا نكشف ونشوف. جربنا التستر، جربنا التستر، الان جوكم من عالم من عالم الغيوب العرضية الى عالم الآن، هاي طلعوا لكم زي ما بتطلع النملة يعني افهموها، طلعوا من عالم الغيب إلى عالم هاي نوار. بتلاحظوا الإعلاميين عندهم قاعدين ما كانوش في يوم من الأيام يتجرأوا إنهم يستهزئوا بالدين ويحرفوا، اليوم صاروا يحرفوا تحريف هائل. الناس قالت لك شو اللي بصير قاعد؟ لا هو كان يصير بس أنت مش داري، كان يصير بس أنت مش داري، لأن ما كنتش تعرفهم، ما كانوش ظاهرين تماما. ولذلك من نعمة الله انه عالم النفاق كان يظهره، وبتعرفه انت في لحن القول وتفاصيل، بس الان قال لك ليش تعرفني بلحن القول؟ هيني انا قدامك، هاي الطاغية على العروش. بدي اركز كمان مرة الاشي اللي بركز عليه، لاحظت التحليلات الغبية التي تظن انه هؤلاء الطغاة غيروا وبدلوا، انه كاينين ابائهم او اللي قبلهم غير. لا مش صحيح، كل هذا تضليل للناس، كله تضليل للناس. هو الآن في أحسن وضع لأنه صارت المواجهة هيك، كله صريح، إعلام صريح في معاداته لله ورسوله، طغاة صريحين افهموها، علمانيين إعلاميين صريحين، كله صريح، وقدرت تميز الآن وتشوف مين معك وتشوف مين عليك، انحلت المشكلة. هيك بصير أسهل، هيك بصير أسهل. اما والله انه هذا الطاغية الان واقع تحت ضغوطات، وكان من ليش هو من زمان من جده من قبله، مين قال؟ هذه لازم تكون مهمة، وما يضللون الناس اللي بيحللوا وبيقول لك انه الناس غيرت وبدلت، ما غيرت ولا بدلت، لكن كان مكره شديد. الان مكره كان تحت السطح، مكره كان تحت الارض، مكره الان صبح فوق، صار كيد ماكرو، بعد ما كان ماكر صار كيد، صار مكشوف، صرت بتقدر تترس الآن، أنت بتعرف منين بتجيك، بتعرف منين بتجيك السهام،
بتعرف كيف تأخذ احتياطك، كيف تدبر أمرك. أنا أقصد الأمة بشكل عام. طيب نرجع الآن لسورة النمل، قديش معنا الآن؟ إذا منركز على موضوع، لأنه أي واحد فينا بده يقرأ إذا سورة النمل بده هو يقرأها ينتبه للمسائل التالية: الهداية، البشرة، الحركة. الحركة في إيش؟ لاحظوا الحركة في إيش. في أحيانا تكون حركة مضادة للحق، وفي حركة الحق. شوفها حركة الحق وحركة مضادة للحق. لأنه قلنا شو معنى أهم شيء في النمل ونمل، وهي على فكرة أنامل. ليش أنامل على فكرة؟ متوفر فيها أمرين، احنا قلنا حركة، وأكثر شيء ما يتحرك في الجسم إيش؟ الأنامل، ثم لطافة. لطافة وخفة، لطافة وخفة وحركة، فسميت إيش؟ أنامل. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هاي القرآن قال أنامل شك. ثم لاحظوا، كنت بتقول رجلي نملت. ليش نملت؟ لأنك بتشعر بحركة في داخلها هيك خفيفة، هيك خفيفة ومش وجع، يعني فيها خفة ولطافة وحركة في داخل رجلك، بقول نملت. طيب هون خلينا إذا شوية نأخذ بعض الألفاظ في سورة النمل في قضية الحركة. أولا لاحظوا عندنا سليمان، نأخذ سليمان قصته طويلة حدود 30 آية. سليمان اللي ورث داود عليه السلام، عليهما السلام. الآن أولا لاحظوا شو قال هو: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. لاحظوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهم يوزعون، بعد شوي شو بقول؟ دققوا معي. لا بعد شوي شو بقول؟ لاحظوا هو نفسه: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طب ما هو على فكرة أوزعني لم ترد في القرآن إلا مرتين في القرآن كله، ويوزعون ما وردت في القرآن كله إلا 3 مرات. الغريب إنها في سورة النمل، عفوا مرتين وثلاثة، قديش صار؟ 5. 3 منهم في سورة النمل، 3 منهم في سورة النمل. لاحظوها: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هاي واحد. بعد شوي شو بقول؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد شوي، بعد آيات لما بده يتكلم عن الآخرة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. في الآخرة هاي 3 طلع. مع أنه كلهن 5 في القرآن، 2 أوزعني و3 يوزعون. هاي 5 3 من 5 هون في سورة. ولاحظوا وحشر لسليمان بعد وانتهت يوزعون، وهناك ويوم نحشر، انتبهوا، وحشر لسليمان ويوم نحشر من كل أمة فوجا، استخدم فوج على فكرة، استخدم فوج، يوزعون وفوج. الآن على أساس أنا تكلمت في قضية الحركة، حتى الألفاظ اللي تستخدم، خليني أخذ فوج وأخذ يوزع. وإيش هو الوازع؟ وإيش هو؟ لو تسدوا بالله، إيش هو الوازع؟ دققوا معي. وإيش هو الفوج؟ مع أنه أنا سبق قلت فوج، شو هو؟ أي قطيع وأي تجمع متى يسمى فوج؟ يشترط أن يكون متحرك. انتبهوا دقة استخدام الألفاظ. ما نقول فوج حتى يكون متحرك أصلا. أفواج الحجيج
ليش؟ لأنه بكون جايين جماعات جماعات بشكل متحرك، أو هذه الجماعة اللي جاي مع بعضها إلها حكم واحد. هكذا ما يقولوا أفواج الطلبة اللي بدهم يتم الخريجين، إذا بتلاحظوا بيجيبوهم هيك مع بعضهم وبيجوا إيش مثلا العلوم اللي تخرجوا علوم اللي تخرجوا هندسة بيجوهم. أول شيء حكمهم واحد، ثم إيش ليش بنسميهم أفواج؟ يتم تخريجهم في حركة تخريج فسموها فوج. فهون حتى لما استخدم فوج اللي هي الكلمة اللي مقال. أما كلمة قطيع بتعنيش، كلمة قطيع مثلا بتعنيش إنه في حركة، أما حتى يكون في حركة لازم إيش؟ فوج. لذلك قلنا إنه لابد ننتبه وأنا ندرس هذه السورة للمسائل التالية: الهداية، الحركة، والخروج من غيب إلى طيب لاحظوا الآن يوزعون. الوازع في الأصل في الجيوش، في مهمة الوازع في الجيوش شو مهمته؟ كانت الجيوش لما بتمشي سواء كان خيل أو مشاة، الوازع كان وظيفته ما يلي: إنه يحدد لهم قديش يمشوا، ما تسرعش خيل تبعد أو تتأخر، يظل يرد المتقدم يردوا للمتأخر. أنتوا يا مشاة تختلطوش مع الخيول الخيالة، وأنتوا يا رماة السهم كونوا هيك. هذا الذي يرد مثلا المتقدم على المتأخر، واللي يقسم ويرتب اسمه وازع. أنتوا على فكرة بتستخدموا هذه العبارة بس بدون ما تشعروا، مش الوازع الديني. أنتوا لما بتوزعوا حتى بتوزعوا في التجارة، ما هو منها إلها علاقة التوزيع، بتوزعوا ولا بتوزعوش تجار، أو بتوزعوا الميراث أو بتوزعوا كذا. طب ليش بنوزع وإيش الوازع؟ إذن فهمنا أول شيء مهمته إنه إذن في لاحظوا فيها تقسيم، فيها تقسيم، فيها تقدير. مثلا الوازع في الجيوش بيعمل بقدر قديش السرعة، مين يتقدم مين يتأخر، اسمه وازع على فكرة. لذلك وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إيش ما يختلطوش بعض ويمشوا، مش يروحوا الطيور ما شفناها لا لا بدهم يترتبوا كل واحد دوره، وين يتقدم وين يتأخر، فهم يوزعون في من يقدم. ولذلك اللي في آخر السورة كمان، أو اللي قلنا الآية: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، لاحظوا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. إذن لأنه في بتم التقسيم يوم القيامة ولا لا، وهذول بالذات بتم هون، أنتوا هون، أنتوا مصيركم هم مصيرهم هون إلى آخره. ها طيب إذن فيه تقسيم، فيه تقدير، فيه لحظة، فيه أحيانا زي ما قال تسوية، بسوي الأمور بعد ما كانت مثلا فوضى بسويها الوازع. طيب إيش أوزعني؟ أن أشكر نعمتك. مثل ما في الجيوش كان الوازع اللي هو بيقسم، وانت هون وانت قدم وانت اخر وانت مكانك كنت، هو اللي بيقدر قديش بتكون السرعة، وين نمشي وين ما نمشيش، انت تروح هون انا بروح هون، هذا الوازع. فلما يقول اوزعني يعني يا ربي قدرني انا واجعلني من الناس اللي بشكروا. هاي لاحظوا مش مجرد الهمني، لانه من ضمن تقديره لك انك تكون شاكر بالهمك، فصار الناس يظنوا انه اوزعني بمعنى الهمني. لا، هو بد يا رب انت المقدر واللي بتقسم على الناس ايمانهم وعقولهم وتفاعلهم وكذا، انت المقدر وانت القاسم اصلا وانت المعطي وانت المسوي الامور. ها انت يا رب اوزعني، يعني انت حطني في المكان اللي المكان اللي بترى احسن اني، لاني انا بعرفش وين اروح. اوزعني كيف اشكر، انت بتبين لي، انت اللي بتقدر. بس مش انا اذا هو انتبهتوا، اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. المقصود لكن خلينا هون على وجه السرعة برضو، العجيب علمنا منطق الطير. العجيب قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك،
دققوا في السورة سوف تجدوا، ومن ضمنها خليني أجيب آية من الآيات اللي وردت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أنا بدي أنسى الآن إنها لا هي في الآخرة ولا في الدنيا هاي، لكن خذوا ما يلي. أنتوا في الدنيا تروا الجبال ساكنة ولا تمر؟ أنتوا هذا حسكم، هذا هاي عفوا كيف سورة النمل، هاي الآية، هذه الآية سورة النمل. إذا الإشي المحسوس منكم إيش؟ لكن في علم فوق المحسوس اللي بده يتم استنباطه، وفعلا البشرية توصلت بالاستنباط والملاحظة، توصلت إلى أن الأرض تدور، هي ذي الجبال إذن تمر، هي مبينة إيش؟ الناس ينخدعوا بسكون والمألوفات، ولكن لما يدققوا راح تكتشفوا أنتوا أن سورة النمل مسألة العلم والخروج من عالم الغيوب على فكرة إلى عالم المعرفة، أنو علم؟ العلم الراقي. سورة النمل هذه علم الراقي اللي بده استنباطات، بده استنباطات. لذلك لما بتقرأ الآن السورة تجد والله هون هيو هون هيو هون هيو هون هيو هون هي شوف الجبال هذه هذه ما بيكفي فيها الحس، الحس هي جامدة، هذه بدها إيش؟ فوق الحس، وبدها استنباط وعقول واستدلال، تمام؟ حتى أعرف. علمنا منطقة الطير، انتوا طب انتوا لحد الآن شو بتحسوا بالطير؟ الناس يبدو على فكرة من جهالتهم بظنوا انه هذه الكائنات ما بتفهمش، كشف لك عن اشي انت ما بتقدرش توصله، يبدو الا اعطاك في قضية الهدهد والنملة وقال لك مش زي ما بتتصور، هذه من العلوم الغيبية، هاي بدي اطلع لك عنها معلومة مشان انت تستمر وتوصل. انت بتظن انه هذول بفهموش؟ فعلا صغيرة كتير شو بفهمها، صغيرة كثير شو بفهم، يا ما كانوا في ناس كبار كثير واغبياء، مش قضية، فمش هذه القضية. ليش مين قال لك انه مليون في الكمبيوتر قاعدين وهالشغلات، كل ما صغرت كل ما كان فيها اشي مبدع اكتر، كل ما كان تحمل اكتر، ها ممكن هالصغير الصغير هذا عبقري. لذلك انا بستغرب مرات بتجد من بعض الكائنات الصغيرة، هاي صغيرة صغيرة كثير تبقى على الحيط، من اول ما شافتك تهرب، الله اكبر، مع انه مرقت من جنبها فراشة ما هربتش، ليش مني هربت هاي؟ مش قادر افهم انا، احنا مش قادرين نفهم، احنا مش قادرين نفهم ليش الذبانة، الذبابة هاي، الذبابة ان اول ما تشوفك بتهرب، بس تنزل بجنبها 20 ذبانة بتظلها قاعدة، ايه ميزة انه هاي من اهلنا من اصحابنا من مجتمعاتنا، اما هذا اللي جاي هذا الله اكبر. طب الى اخره، مش هيك؟ احنا مش فاهمين معناته لحد الان، مش فاهمين، غطرسة، هذا اشي غيبي. هذا على فكرة العلم الهائل، العلم اللي فوق العادة، هذا اللي بيخرج من عالم، لاحظوا من الغيوب لعالم، كيف النملة اللي تخرج كما قلنا من عالم الغيب، وهي اللي خلاها تنطق. يقول لك دير بالك ننتبه لهذا أثناء إيش دراستنا لسورة النمل اللي هي خلاصتها الهداية ومنها العلوم، دير بالك العلوم اللي فوق اللي بدها يعني مستوى هائل على فكرة. كيف قال الذي عنده علم من الكتاب؟ كيف ها؟ وكيف علمنا منطقة الطير؟ يعني شوفوا كل عادة، هذا الطير له منطق كمان وعلمه، يمكن تعليمه وعلمه وصار يفهم عليه. طيب وكيف سمع؟ دققوا معي تفاصيل القصد جيد، انه تدبر سورة النمل يكون في ذهننا المسائل التالية، وبعدين ننهي. أولا انتبهوا لقضية الحركة، الحركة في كل السورة، انتبهوا لقضية الهداية، انتبهوا الخروج من عالم الغيوب إلى عالم الشهادة والعلم إيش، ثم البشرة، العلم اللي مستواه راقي مش فوق الحس، فوق الحس، ثم البشرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.